السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسباب الحقيقية لإقصاء المنتخب الجزائري 23 سنة من وجهة نظر علي بن شيخ. بتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، وهيا بنا نسمع ماذا يقول. هيا بنا. أقل من 23 سنة الذي أمسيت اليوم بعد فوزه 3-1 عقب لقاء اليوم، منتخب الكونغو الديمقراطية وصل إلى سطيف اليوم في حدود الساعة 11 صباحا قادما من الكونغو الديمقراطية إلى قسنطينة، ومن قسنطينة برا طبعا إلى سطيف. لكن المنتخب الجزائري لأقل من 23 سنة عاجز عن التأهل للدور الثاني التأهيلي إلى نهائيات كأس افريقيا للامم، وهذه النهائيات تاع كاس افريقيا للامم هي مؤهله لاولمبياد باريس بفرنسا بعد سنتين او اقل من سنتين في جوان 2024. صراحه نكسه اخرى بعد نكسه منتخب اقل من 20 سنه، منتخبنا الوطني عجز رغم تعزيز الفريق بلاعب مثل بوصوف، بروز اللاعب بالخير، لاعب شباب الوزداد وبكوش اللي قام بكل شيء اليوم من اجل التسجيل، من اجل تسجيل هدف رابع بعد ما كنا متفوقين ب2-0 في الشوط الاول. الشوط الثاني النتيجه اصبحت 2-1 ثم 3-1، بقات النتيجه على هذا النحو. لو اضفنا هدف رابع كان بإمكاننا اللعب ضربات الترجيح المؤهلة للدور الثاني. هزيمة يمكن القول أنها قاسية أو إقصاء قاسي جدا لهذا المنتخب لينتهي مشواره مثل ما انتهى مشوار أقل من 20 سنة. لا نريد العودة لكل ما يحدث في الفئات الشبانية، ولكن هل اليوم علي بن شيخ يجب أن نقول بسطة، نتوقفوا اليوم ونديروا أن كونستا بأننا فشلنا في الفئات الشبانية رغم تتويج منتخب أقل من 17 سنة في كأس العرب، ولكن منتخبات الشبانية كلها الهزيمة أو بين قوسين التبهديلة تنسي تبهديلة أخرى، يعني إقصى إقصى إقصى. أقل من 23 سنة الدور الأول تقصى بهذه الطريقة أمام منتخب قريب طاحت به الطيارة أول أمس، وبعدها طلبوا باش يأجلوا المجيء ب 24 ساعة، تنقلوا أمس في السهرة في طائرة خاصة إلى قسنطينة ثم إلى سطيف. لو تشاهدوا ربما كاين صور تاع اللاعبين كانوا راقدين هنا في ها راقدين، يعني فريق كما هذا تجيبوا لسطيف ما تقدرش تفوز عليه وهو تعبان. واللي شافوا اليوم المباراه يقول لك منتخب الكونغو الديمقراطيه كانوا اللاعبين يمشوا فوق ارضيه الميدان تعبانين كثير. هذا يظهر باننا اصبحنا ما نقولش ضعفاء، ولكن اون توشي لو فون، بالك زدنا حفرنا شويه. مازال شينا الفون بصح مش عاوش كاين تحت ربيع السقسي، ولازم اللي جيولوج هكذا هما اللي يقولوا لنا، هما يقولوا لنا واش كاين تحت هذيك. مازال ما قصناش والحمد لله، اللي مازال ما قصناش. انت تقول حان الوقت للريفورم، نقول لك لا، انا مازال ما لحقش الوقت باش نديروا الريفورم. نبقاو هكذا ياسر، نبقاو هكذا دوكا. بوزيت لي كيسيون خليني نجاوب. انا نقول لك مازال ما لحقش الوقت فور الريفورم، زيدوا نخدموا هادو 23 سنة خلاص. دوكا كل واحد وين يروح يلعب، المدرب دوك ما عليه إلا سطاف هذايا، ما عليه إلا يبدا يبحث كان يشوف اللاعبين كسوسوا في الجزائر أو في أوروبا باش بور بريباري نوتر الجزائر أو في أوروبا باش بور بريباري نوتر. ما كاش نوفر حتى لاعبين، يبدا يخدم من دوك، يبدا يديتكتي، يبدا يشوف هادو صحاب 17 سنه 18، يبدا يتبع فيهم. على بالك بلي الالعاب الاولمبيه الان بعد 2024 حتلعب حتى 2028، واش من يبدا من دوك ويديتكتي حتى 2028؟ نهائيات كاس افريقيا جوز اولمبيك 2024 خلاص، هذيك هون ايليميني ايليميني وقعدوا 2028. ايوا على ورا المشكل، انتم عمركم ما خدمتوا ان موير لون تيرم، تخدموا غير تقدم نيفكم حاكم، يخدموا غير قدام نيفكم. انايا المدرب نخليه او ما عنده لو طون باش غدوه ما نصيبولوش الصبا، يبحث يشوف يا ورا دوطر جون اللي يطلعوا. ما اوليو نعاودوا زيرو ونروحوا نخدموا على روحنا، نزيدوا نبقاو ونكارديو ونخدم. راك خدام انت، راك هنا تخدم كاع، انا نخدم كل واحد وخدام هو ويخدم، والناس كاع راهي تخدم في ديرات، تخدم لا ليك، تخدم لي كلوب يا اخي، هاك وتخدم الدنيا كاع راهي تخدم لاباس عليها. ورا المشكل كرة القدم رانا كاع نخدموا، كاع يخدموا ورا المشكل.
يعني حسب رايك يعني نتيجه اليوم عاديه؟ عاديه بيس، انا لي عاديه، وراء المشكله كيفاش عاديه؟ هذا كنت انتظر انت اقصاء امام الكونغو الديمقراطيه، اقصاء المرتبه الاخيره امام ليبيا، تونس والمغرب في دوره شمال افريقيا اقل من 20. دابا كنت تستنى مش بالطريقه هذه. اش طاح الطياره وقريب طاحت، زادوا لها قريب، راه تعودت شويه ومساكن عيا، شفت الفيلم كيفاش؟ ومن بعد هذيك كي ما ربحناش نقولوا الطياره وطاحت، هذا هو الفوتبول رضوان. لا هما ايه هما، شوف سي صالح الفوتبول ما حبيتوش، ما حبوش يغيروا، ما حبوش يشوفوا الناس تاع المهنه اللي هما يديروا لهم رابور اكسترا اوردينار، ناس تاع الصح تاع المهنه وتاع اللي يحبوا البلاد صح والناس نضاف، ما حبوش. تيب شو شفت الكسكاس؟ الكسكاس ترمي الماء ينطرتو، بوشي منها سيب، بوشي منها، ومن بعد نستنى نشوفوا منها، شوفوا مليح كرة القدم الجزائر صافي ديزاني. مش علاش قلت لك انايا لونترينور ولا علاش توشي لونترينور؟ اسكو سي لوي لو مال دي فوت تعادل؟ لا ما قلناش لو مال، سي ني با لوي ولا اكس ولا ايكراك، يا مال تري بروفون. ما حبوش، حكموا الناس تاع المهنه رموهم، وجاو الناس اللي خاطيهم كرة القدم وخاطيهم مام 90% خاطيهم مام مبادي لي برانسيب ما كاش. كيفاش تحبوا انتوما تمشي؟ واليوم انايا بالك راح نتكلم لك على هذا لونترينور ولا اللي فاتت خسرت. لا اخي كل شيء واضح كيما السمش، شفت السمش؟ توتي كلارينات. إن فول با لو شونجمون، باسكو لو كان نهضرو ريالمون وراه لو مال دي فوتبول الجيريان، إي سيرتو لو مال دي سيليكسيون ناسيونال، ستادير هادو هادو طلع حتى الأ، سافا فير إن حاجة كبيرة، بصح واحد ما حب يتكلم، واحد ما حب يريفورمي، واحد ما حب يغير، وعليه هذا اللي قلت لك المدرب هذا يا وسطاف تاعو ولا هو حاب يقعد. ما انا جو لوي كونساي دو ني با ديميسيوني، يقعد اي بريبار يشوف الشباب لي جون دي سي يقول 2028 تولي وشنو؟ الاستقرار، يقولوا ستابيليتي، الاستقرار. ولو كان زيدوا نخرجوا في 2028 اللي راهو دوك مع اجوا يريح حتى 2032 وهي رايحه. ما حبوش لو سيريو، صافا دوك باش ما نتنرفاش، ما حبوش لو سيريو. إي نو فول با دو سيريو، إي نو فول با ان ترافاي ريالمون بور لو بيان دو سو بيي، إي نو فول با. Ça va? Un est te pose la question. Ils ne veulent pas. Réponds-moi, ils ne veulent pas. Quand je vais venir, nous arrêter. انا ندم ان شاء الله. شوف علي باش ما انا كاع لي زونترينور تاع الفئات تاع المنتخب الوطني، انا ما درتش ديري البروسي تاع لي زونترينور. لا ما درتش بروسي، لي زونترينور هما جابوهم، ما جابوهم وخدموا الله يسلمك. بروسي لا، ولكن حتى المدربين هادو ماشي بعد الاقصاء كما سمعنا البعض، يعني وجوههم صحيحه. بعد الاقصاء يجي يقول لك لا لازم حنايا نكونوا من هنا، ما نقدروش نجيبو من هيه لي دات فيفا، ما لي دات فيفا ما نقدروش يكون عندنا الانسجام مع اللاعبين ولادنا المغتربين خارج الوطن. وهذا الكلام على ما كنتوش تقولوه مع الاول، على فوزافيريان في باش تجيبو اريير دروا وكارديان بيت ما كاش في الجزائر 45 مليون جزائري، ما كاش في لي 17 ما كاش كارديان بيت، سوني با نورمال، هذه حاجه غير طبيعيه. واليوم بعد الاقصاء سهل انك تجي دير كونستا تقول لي لا انا ما عنديش انسجام، ولاعبين تاع هنا كانت حابسه الكوفيد، كانه ليبيا ما عندهمش الكوفيد وما عندهمش الحرب، ليبيا احسن منك يتكراسها. الكونغو الديمقراطيه اليوم جي تاهل معايا، جايين في طياره صبحيه المباراه على 11 تاع النهار لحقوا. يعني لازم تيري ولا صون الدولار باللي عندنا مشكل في الفئات الشبانيه. وكي نقول المنتخبات الوطنيه نتكلم على الانديه، ما نعاونوا لي سعد الحكيم صباح، لاعبين يلعبوا على 8 تاع الصباح وعلى 9 تاع الصباح. اسمح لي. نعم. ما عندكش مشكل في الفئات الشبانيه، عندك مشكل في تسيير كرة القدم كاع. ما تحصلش في الـ في الـ في قلت في فئات شبانية عندنا مشكل في أتش... ما عندناش مشكل في فئات شبانية، عندنا مشكل في تسيير كرة القدم. كرة القدم فيها تخطيط،
رانا في اكبر كارثه في كره القدم دوبوي لانديبوندونس. واحد ما قال ستوب. لازم نخططوا درك قبل ما نخططوا، لازم واحد يقول ستوب، يفوا دياغنوستيك. واحد ما شوف بيرسون ما سمعت اوك جدي فريمون كلير انات، مازال ما سمعت حتى واحد من الناس تاع كره القدم ولا من الناس تاع الصحافه ولا من المسؤولين يقول ستوب. لازم نديروا له دياغنوستيك علاش، ولازم نخرجوا لو مال باش نصفيك. لازم نخرجوا لو مال باش نصفيك. سي كوم كي تروح عند ميدسان طبيب ولا طبيب، الطبيب كيف يشوفك يعرفك راك مريض. يا اخي سقسيك الطبيب هكذا يقول لك واش عندك، تقول له هذه تقول هذه، ومن بعد هو بيان سور كان ميدسان يعطيك تريتمون اللي لازم. احنا واحد ما كان احنا هاك لا بروف. قلت المشاكل كيما قلتها بالعربيه الاشبال لي جون، لي جون ما عندناش مشكل في لي جون، عندنا مشكل تاع تسيير ناس كرة القدم. يعني حبيت تقول بلي عندنا لاباط، هذه مش حبيت لاباط عندنا دراري كيف عند بلاد كيما هذه ما تخرجش لي فوتبالور. اي يعني ما تحب ما تهبلوناش، بلاد كيما الجزائر ما تخرجش لي فوتبالور. شوف ولا الجيري تلحق ما تخرجش دي جون طالون فوتبالور، ما تنجمش تخرج ان ميدسان، ما تنجمش تخرج ان انجينير، ما تنجمش تخرج ان بوليتيسيان، ما تنجمش تخرج ان بريمي مينيست، ما تنجمش تخرج ان ديبيتي. سي باري اكزاكتومون باري. الجزائريه تجيب الرجال وتجيب النساء. بصح هادو لو كان الناس ما يكونوش حافظين ويسيروا كره القدم، ما عندك الكلمه تخطيط يا رضوان. فوتبول سي تخطيط، تخطط. قال ديجا لو دياغنوستيك علاش انا مرض، هاوليك قال دوكا باش نلحقوا نوليو شويه لو نيفو برك ديالنا، لازمنا ها واش لازمنا واش لازمنا. هما صح ما يديروش سياسي الرابور، ولا هذاك الصحافي اللي ناس ملاح، ولا هذاك كالكو زونسيان جوار اللي يمشيو كي 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 الميل بات. رجال تاع الصح ما عندك كلمه كي يديروا رابور يعطيوها المسؤول، يعطيوا لهم كرو كري تاع الصحة وليك، ومن بعد هما كسياسيين يعرفوا كاش يزوقوا. تما نتكلموا على كرة القدم، علاش قلت لك أنايا ما فهمتنيش، ومن بعد نزيد نفهمك، كي نروحوا لين نزيد نفهمك مليح مليح. كرة القدم لازم لها رجال، كرة القدم لازم لها رجال يخططوا عليها. واضح محمد.